ما بالك بالذي ظهر الآن مع الأسف في المجتمعات المسلمة، في أن الوالد إذا كبر يرمى في دور الإحسان ورعاية المسنين كما يسمونها، تخلص منهما الولد ويضعهما في أو أحدهما في رعاية المسنين، ولا كأنه من أولادهما، كأنهما والدان لهؤلاء الذين هم في دور الرعاية، رعاية المسنين. يا سبحان الله، هذا حيوان ولا إنسان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو أعظم العقوق، وهذا لا يفعله من في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى. ما شعورك لو أن ولدك عمل بك هذا العمل؟ عندما تكبر وتمرض يأخذك ويضعك في دور الرعاية ورعاية المسنين، ماذا يكون شعورك وغضبك عليه، وماذا يكون الإثم الذي يتحمله هو؟ لماذا أنت تطالب بحقك ولا تؤدي، وأنت لم تؤدي الحق الذي عليك؟ فليتق الله كل مسلم.